السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي راكم دايرين؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير بصحة جيدة ان شاء الله يا ربي. وباش تمنيتو توجور نفتحوا لا فيديو بالصلاة والسلام على رسول الله، توكلنا على الله. اليوم صحة خواتاتي، جبت لكم فيديو مغاير، ماشي تاع الطياب، ماشي تاع النقا تاع الدار. اليوم النقا تاع الماعين اختي، لا كل شيء ولي يشعل. المرأة النقية تبان من ماعينها، مما يكونوش مطاشين ومدبوغين. اختي روحي نوريك واحد الطريقه انا معتمدتها عندي في الدار. مواعيني ما صبتش حاجه مسخه اللي غنوريها لكم، باسكو دائما يشعلوا نقيين عندي. هاد المقله سمحت فيها اكسبري هادي دو سمان ولا تخوا سمان، قلت نخليها توسخ باش نوري لخواتاتي فيها الطريقه بلي هاد الخلطه تنفع فريمون ماشي الكذوب. هاني جبت المقله تاعي اللي سمحت فيها مسكينه، انا ماشي معويدي خلي مبقى ليا مسخين. المهم الطريقه نبدو على بركه الله. انا في هاد الخلطه معتمد على الخماره، حنا تولفنا الخماره نديروها غير في الخبز. كنت تشوفوا راني دبكتها سي با غراف. انا الخماره ما نديرهاش غير في الخبز، الخماره ما تخطينيش من الدار باسكو نعتمدها في حكام تاع المواعين. الخماره تسهل لك كي تحكي المواعين تاعك. انا عندنا الخماره، عندنا هاد الحبال، ما ديريش الحبال تاع الحديد، ديري الحبل هذا اللي جاي كي لي بونش كي تشوفوا هذا يحك غايه مع هاد الخلطه 5 دقائق. وعندنا صابون البلدي يا اختي، صابون البلدي يقلع الجدام لا في الحمام ولا في المواعين ديريه وردي عليا. عندنا قلنا الخماره، الصابون البلدي، الحبال. نبدو على نبدو الطريقه على بركه الله. انا هنايا كنت موجده ديجا شويه تاع الخماره كيما راكم تشوفوا، درت مغرف خماره ودرت فيها واحد شويه تاع الماء، خليتها تفاعلت واحد اي واحد شويه، ماشي اوبليجي تنتفخ كي تاع الخبز. خليها على جهه، نجيبو غرفيه تاعنا نحطو فيها شويه تاع الصابون البلدي. هاني جبت شويه تاع الصابون البلدي حطيها، وحاولي خلطيها مع هذيك الخماره اللي تفاعلت لك. انا غادي نحاول نخلط لها ونولي لكم. هاني انا خلطت الصابون البلدي وحاولت هكا ندوبه مليح مع هذيك الخماره. والله خواتاتي صدقوني والله غير هذه لا تقلع لكم كاع هذيك الصفوريه تاع المقله. خاطش علاش هذاك ليدام يقعد يزيد، كل ما تقلي يزيد على ليدام على اخوه على اخوه، تولي تقشريها بالخدمه ولا تقيسيها. اللهم ما دامها صفراء هكا حكيها دائما تقعد لك تشعل خير من اللي تزيد عليه تزيد عليه. كما قالك كاين كلشي دروكا، كاين لي برودوي كاين، وانا هادي معتمده عليها، انا ما نديرش بزاف لي برودوي على جال يديا، ما نبغيش نحرق يديا بلي برودوي بزاف. ولا تستعملي برودوي اختي ديري لي غونيت كما قالك الواحد، نستحضو ثاني على رقايمنا. مهم دروك غادي نطلي هذيك المقله تاعي، هاو شوفوها مليح ماشي من بعد تقولوا لي لا ماشي هي هادي، هادي جبتيها جديده. نجيب المقله تاعي ونحاول هكا بسم الله نطلي طلي كاع وين راهي ديك الصفوريه. قلي طلي في الحواشي، قلي مش المقله تفكر في القلي طليها كامليح في الحواشي في الوسط. حاولي كاع تعمريها بهذاك الصابون البلدي مع الخماره، وغادي تخليها واحد 10 دقائق. روحي المهم طليها وروحي قضي على صوالحك على روحك، الوقت اللي تصيبي روحك ليبخ روحي جيبي داك الحبل تاع الاجاكس ايا وبدي تحكي وردي عليا. ما غاديش تحكي مامبا، ما غاديش ديري كيما نقولوا ما تضيعيش بزاف تاع الجهد. هذاك اللي تخلي هذاك الحال وتضيعي كيما قالك ساعه ولا ساعتين غير في الحكان تاع المقله، ديري هادي ها خليها من تصفر لك شويه طلي هادي هكا بيتفي وحكيها. انا نديرها مام عندي الغاز، نديرها له نديرها في نديرها في لي كوكوت تاعي. والله العظيم يا خواتاتي صدقوني لي يقعدوا كاع يشعلوا، تحس بيها كي جبتيهم كاع جدد. بون غادي نخليها هكا شويه تفاعل ومن بعد نبدا نحكها ان شاء الله معكم. وليت لكم خواتاتي بعد ما المقله تاعي خليتها واحد 10 دقائق، دروك غادي نبدا نحك فيها. غادي تجيكم ساهله الطريقه واني متاكده بلي غادي تعتمدوها باسكو انا ساعدتني بزاف، وما تديش منك مجهود كبير كبير حتى لوين كيما نقولوا. هاغي تحكي شويه تولي تشعل هاكا بهاد الاجاكس مليح هاكا، حكي الحواشي تانيك فوالا. وانا كيما نقولكم دايما المرا نقيس بين من ماعينها خواتاتي هاكا
لينا الحواشي بشويه. شغل نوريكم الجهه اللي حكيتها والجهه اللي كانت موسخه. شوف شوف هذه اللي كانت موسخه اللي راهي موسخه. شوفوا هذيك تصفى بالخف، تصفى غير بشويه بشويه، تبعي بالاجكس غادي تولي لك تشعل وغادي توالفي. دابا تحطي بها دروك صايي غير ديريها خضره وتشوفيها صفت لك المواعين، غادي تعتمديها. غادي يبداو يصفروا شويه، اطلي المواعين وديري لهم نهار، جمعي كاع حكيهم ونوضي هكا على ضربه خير، وما تخليهمش هيك حالو بزاف اختي. وي ماما اطون ماما فوالا باجاري هاني نوريكم خواتاتي. نو توش با سي سي ما طونسيون داكور اوكي صح غدا هكا كيما راني نوريك. شوف خواتاتي والله ما تديش منك كيما قالك 10 دقائق. شوف شوفوا كي ولات لي دايره، وانا قلت لي دائما نحكها ونغسلها، دائما عندي المقله نتاعي نقيه الحمد لله. ماما انتي ميرسي ماما علي فالابا. هاني وريتكم خواتاتي ان شاء الله يا ربي تديروا هذه الطريقه نتاعي وتنجحوا فيها. انا غادي نغسلها ونولي لكم باش تشوفوها واجده، ما بوش تشوفوها نقيه. هاني وليت لكم خواتاتي بعد ما غسلت المقله تاعي وجمعت هذيك الحاله، راكم تشوفوا كي ولات دايره والله العظيم ما تحسبوها جديده. شوف عدامي ولدي قلقني ما حكيتش هاد الشويه، باقي لي واحد شويه ماشي بزاف. نتمنى ان شاء الله ديروا هاد الوصفه وتعتمدوها دائما في المواعين، دخلوهم شي يدبغوا لكم ويتوسخوا وتبهدلوا تولي تحشمي تقلي فيها بيضه المقله هكا. دائما المواعينك يقعدوا نقيين، تاكلي حاجه تاكلي كيما نقولوا من الطيبه في حاجه نقيه، تعرفي بلي كي تاكلي حاجه نقيه المرض راه غيلصق. اللهم نقولوا على وليداتكم مليح، راه كاين بزاف تاع المواد الطبيعيه اللي يردوا المواعين يشعلوا. ان شاء الله شاك فون بارطاجي معكم هكا حاجه كما قالك لك تكوني لالا ومولاتي وقاده، قد اللسان قد الدراع قد السجاوه، ماشي كما قالك اللسان فيه ما يطرا والدراع فيه غير فيه شبر. المهم ان شاء الله تكون طريقتي عجبتكم وتعتمدوها كما انا، ونتلاقوا في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.